مرحبا بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة يعني منورني النجم الأهلي السابق كابتن أشرف ممدوح. هنتكلم عن حاجات كتير قوي في الفترة اللي جاية، وخصوصا الفترة الحاسمة اللي النادي الأهلي فيها، سواء مباراة الإسماعيلي الجاية أو مباراة فيتا كلوب. نورني يا كابتن سارة. أهلا بيكي وأهلا بكل جماهير النادي الأهلي في كل الوطن العربي. منورنا دايما. وخليني ابدا معاك من مباراه الاسماعيلي يوم الاربعاء ان شاء الله. ودايما بنقول يا كابتن انه بالرغم من ان الاسماعيلي في مركز متاخر، وطبعا هو عايز يضمن بقائه في الدوري وعايز يحسن من وضعه في الدوري المصري، ولكن تبقى مباراه الاهلي والاسماعيلي هي مباراه كلاسيكيه، مباراه ليها اهميتها، وكل ثلاث نقط جايه في الدوري مهمه جدا. صحيح، بتفق معاكي طبعا. مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما مباراه ممتعه، يعني على المستوى الفني دايما بتكون مباراه ممتعه، رغم ابتعاد الاسماعيلي عن المنافسه وابتعاده عن مستواه او لعيبته عن مستواهم الطبيعي، ولكن لعيبه الاسماعيلي او مباريات الاسماعيلي دايما مع النادي الاهلي بتكون مباراه ممتعه بالفعل. يعني بيمتلك مجموعه مميزه جدا من اللاعبين النادي الاسماعيلي، ولكن عدم تنظيم، سوء توفيق. الحقيقه شايف ان الاسماعيلي بعيد جدا جدا من فترات طويله، بيحاول مجلس اداره النادي الاسماعيلي او مجالس اداره النادي الاسماعيلي على مدار السنوات اللي فاتت ان هم يعودوا بالاسماعيلي مره ثانيه للمنافسه، ولكن الحقيقه الاسماعيلي ما زال بعيد جدا جدا عن المنافسه، رغم انه يعني كره الدراويش دايما كره ممتعه. النادي الاهلي يعني اعتقد انه في نسبه مباريات كثيره جدا جدا امام النادي الاسماعيلي بيتفوق فيها على مستوى النتائج وعلى مستوى الاداء، ولكن الظروف الحاليه بتصعب طبعا بالتاكيد المباراه، لانه النادي الاسماعيلي بعيد عن المنافسه، يعني كمان متاخر جدا في ترتيب ال 16، يعني اعتقد 10 نقط بعيد جدا الحقيقه النادي الاسماعيلي، وبالتالي كل مباراه بالنسبه له مش مباراه النادي الاهلي فقط، هتكون مباراه كؤوس محتاج المكسب فيها علشان يعني خلاص ابتدى يدخل في مرحله مظلمه شويه، ابتدى يدخل في مرحله صعبه جدا ان لو ما لحقش النادي الاسماعيلي انه يعوض، او انه كل مباراه بالنسبه له تكون مباراه كؤوس، هيكون الامور صعبه جدا للنادي الاسماعيلي، وبالتالي بتصعب الامور شويه على النادي الاهلي.